هذا اللقاء هذا غير التأكد وصافي. بالنسبة للإخوة اللي كانوا متبعين الحالة ديالها أو اللي عندهم الحالة متشابهة مع الحالة ديالها أو اللي كانوا يسمعوا الرقية ديال الأخت من هولندا، تفضلي أجي قلت أنا حدايا، أجي أنت أنت أجي زيد زيد الكرسي عندك شوية حسين هكاك صح جلس. دارت الرقية عند الأخ موقع الهوالو موقع داك الشيء اللي قلنا هو اللي كاين ملي كان يهضر معك على السحر المأكول حسيت بكان شي هضرتها شوية داك الشيء اللي قلته هو اللي كان حلمتي بشي حلمة البارح شي رؤية شي حلم وقع لك شي حاجة في الأحلام ديالك فقتي الصباح لقيتي شي أثر في الجسم ديالك اي با تحضروا نتوما في النهار يا لين دي دروم يا هذا شنو هو غير مالي حلمت بلي فقت من النعاس هنا في وجدة وشفت من السرجم والثلج كلشي بيض زيد ولين دوتا صافي واخا لقات شي ليطاش في اللحم ديالها بحال البقع بحال القرصات بحال نعم اطلاقا واخا من الحصه اللي درنا اللي فاتت حتى لدابا بشحال النسبه نتاع اليقين ديالك بانك بغيتي سولتك ديك المره قلتي لي 8 على 10 كاين سايف دابا بشحال تقدر تقول قلت لك 10 10 على 10 وعلاش دابا زدتي ديك الزوج وارم يات تو كلاور متي يا دات واش خون هوك متو دات ملفوزة اي توخ ملي خلاص نو بيك قلت لك قلت لك 8 كنت عييت بزاف ولكن دابا ارتاحت و تقدر تخرجوا بزوج خوكم عقل شالي اصبري خرجوا شوف الحوايج اللي كنت كتلقى معاها فيهم مشكل ما بقاوش عندك دابا في هاد اليومين هادي بصراحة حسيت بشي حاجة تغيرت في حياتك مع هاد اليومين ملي هضر في الفراش في الفراش كنت واحد الفرق ديال 100% في الفراش كنت كتلقى معاها مشكل في الفراش بزاف بزاف نسبة 10 على 10 ديال الفرق تبدلات كانت واحد على 10 كانت واحد على 10 ولا 3 على 10 كانك عاد تزوجت مزيان زيدني شي حاجه اخرى العلاقه ديالك معاها في النظرات ديالها ليك تبدلت ملي كنهضر معاها كانت ريلاكسي ما كانتش كانت ريلاكسي كانت بحال بحال بغات دابز غير كتهضر معاها تبغي دابز معاك زيد ودابا دابا ريلاكس كنهضر معاها و حياتك تبدلات زيدني فعطيني فرق اخر قلت لي 10 على 10 فرق في الفراش مقارنه مع 1 على 10 من قبل العلاقه ديالك معها من خلال الكلام ديالك ملي كتوجهوا لها كانت عصبيه بزاف درك ولات ريلاكس بردت زيد شنو اخر اعطيني ادق التفاصيل حنا بغينا نتاكدوا حنا واخا تاكدنا بغينا نزيدوا نتاكدوا هادشي ما كنقولوش غير عليكم نتوما هادي رساله حتى للناس ماشي اي واحد غادي يجي تقول برا الا بغينا نكتبوا للناس حالات الشفاء هنا باش كسبوا الناس ويبقاو يحجوا عندنا الناس اسهل ما يكون انك توهم المريض بانه برا بصح انك تخليه يقتنع وتقتنع انت بانه برا راه امر اخر وفيه مشقه كمل كاين شي حوايج كانت عندنا المشكل فيها بزاف ولكن دابا ملي رانا حنا هنا داك المشكل اللي كانت الا بغى يجي شي فاميليا عندي ولا خويا ولا الام ديالي ولا الاب ديالي كانت كتزير بزاف زيد بحال عطيني في علاقتك معها انت انا معها انت 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 حسيت بها بلي تبدلت 100% 100% يعني انت مصدق ومقتنع وميقن بان الزوجه ديالك بغات عندك شي سؤال شي استفسار شي فكره مانيت عند اين دار يا اوكي واش قال كنا كن
كنتعصب بزاف اللي كان كنهضر كتزير وانا كنتعصب عليها ما قلت والو زيد. المهم هادشي اللي تبدلت عليا في هاد النهار دابا يا بو توك زخويا يفوت صوص كونديتور او با اي انا استني بس ان اين دخلت منيت يا اوكي يا كاينين شي حاجه ولكن عاد خصنا مع الوقت مزيان ولكن نسبه التصديق هي 10 على 10 معايا 10 10 على ومع راس 10 على 10 يقولوا والله يومين زعما اوفر طقمين واه النظره ديالك تبدلات للزوج ديالك حيت تحسب الاحاسيس ديالك تغيرت اتجاه الزوج ديالك هو هنا مايك يا واش قالت قالت لك هي تفسير اكثر تدقيق ضمير عيط لها يا فوهين كنت كيني يانزي نيت لخت ياك صوت هات ولا بكني نيت قالت لك كنت كنشوف فيك بحال كنكرهك درك لا لا عادي فوكاش ما حسيتيش بهذا الاحساس من متى تقريبا مكتسبتها يا بروبيرا عبدو تصعب وكنت ارفعته يا اخو تاخلك ik merk niet dat ik zeg maar met haat of iets naar jou heb en ja nee قلت لك كنت كنشوف فيك بحال غير بعد ميو صافي هذا نيو يوسف زو هي رار ولا بحال شي حاجه جديد دابا بحال عاد تزوجتي مبروك بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير الحمد لله على سلامتك بغيت غير نطمئن حتى انا متاكد 100% ونصيحتي لكم انكم ما تاكلوش من يد اي واحد وانكم ما تثقوش في اي واحد وانكم ما تدخلوش للدار ديالكم اي واحد وانكم ما تصاحبوش مع اي واحد وانكم ما تحكيوش النعم ديالكم اللي كرمكم الله بها مادية او معنوية او عاطفية وركزوا مزيان على هذه الكلمة ديال عاطفية احنا في واحد المجتمع الى عرفوك الناس بانك سعيد مع الزوجة ديالك كيغيروا منك والغيرة ديالهم تؤدي الى الحسد والحسد كيدفعهم باش يوليو سحارة فهمت الانسان ما يحاول قدر المستطاع يخفي الاشياء السعيدة دياله هذه مثال انا اقصه على نفسي انا وصل لواحد المراحل ما بقيتش قادر نقول بانني مزيان مع مرتي انا محمد ما قادرش نقول للناس اللي كنعرفهم ومحيطة بي بانني سعيد مع مرتي ملي كيسولني شي واحد كيداير كنقول راني في المشاكل باش اللهم يقول الله يحسن عونه ولا يقول فهمت الناس مريضه الا من رحم ربي احنا في واحد الزمن بشع جدا فهمت رحنا في واحد الزمن المطلقه كتبغي حتى الاخرى تطلق واللي عايشه في التعاسه مع الزوج ديالها راه ما غاديش تفرح كي غادي تسمع النعم ديالك مع الزوج ديالك احنا مطالبين اننا نخفيو النعم اللي محيطه بينا والنعم العاطفيه اللي كتكون في البيت ديال الاسره ديالنا اولى حتى من النعم اللي كتكون ديال الدنيا ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده والانسان لما فيها بس ان تظهر عليه بعض النعم ديال الدنيا شرى سياره شي مشكل ولكن الا شريتها بمالك خاص ما فيها بس تقول النص فيها كريدي فهمت دغيا امثله ما تحدثوش الناس بالنعم ديالكم راه ملي كتحدثوا الناس بالنعم ديالكم راه يقدر اقرب الناس اليك يحسدك واخير دليل على ذلك يوسف عليه السلام شكون اللي حسده خوته اللي حسدوه إذ قالوا يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين حيت الأب ديال يوسف أحب يعقوب أحب يوسف أكثر من الإخوة ديالو راه وصل به الحال إلى ما وصل حتى ألقوه في البئر وسنين وهو مهجر ما شافش الأب ديالو بسباب ولا ربما تعرض لأسوأ الظروف وشر الظروف غير حيت الناس اللي رحنا في هذا الزمن هذا الناس اللي في هذا الزمن قليل فينا تلقى شي واحد غادي يشوف شي اثر ديال النعمه عليك وغادي يقول او ما شاء الله اللهم بارك ويفرح لك صعب جدا الا كان الخوت وكيوقع بيناتهم هاد الحزازات شنو غادي تقول لوحده عندها صاحبتها مطلقه او وحده عندها صديقه ديالها ما مزوجهاش او وحده عندها اختها مزوجه وما موفقاش في حياتها مع الزوج ديالها شنو غادي تقول لواحد العائله خوته كاملين حياتهم الزوجيه مكرفصه وهو ناجح في حياته الزوجيه الحسد راه الحسد بعض المرات ما كنقدروش نتحكموا فيه الحسد راه نقدر انا نحسدك النفس ديالنا ما نقدروش نحكموا فيها النفس واعره
وصعب انك تلقى الناس اللي معاشر معاهم كاملين وكتعرفهم كاملين النفس ديالهم طيبه ويحبوا لك الخير. نادرا في تلقى شي واحد يبغي لك الخير. راه ما يمكنش واحد كيلبس تقشيره نتاع درهم وانت لابس تقشيره ديال 50 درهم، هذه نورمال عادي، غادي يتمنى انها تكون عنده. ويقدر يصيبك بعين، الى ما دار لك والو يصيبك بعين. راه العين تعلم، انت تعين نفسك، انت لا شفت في المراه وكنت لابس مزيان او الجسم ديالك عجبك او تقدر تصيب نفسك بالعين. فما ادراك بواحد محيط بك، واحد وقيل فاقد لربما بعض النعم كتكون عندنا هي عاديه. راجل متفاهم مع الزوجة ديالو وعندهم أبناء وعندهم بيت وعندهم سيارة وعندهم عمل قار وأشياء بسيطة، ولكن راه واحد آخر لربما فاقد حاجة من هذه الأشياء غادي يقدر يحسدك عليها. فيعني الإنسان ياخذ الحذر ديالو قدر المستطاع. هذه تعد تجربة، واحد درس غالي، لأنكم كليتو فيه العصاصينين. هذا ماشي درس، هذا الإجازة ديتو أنتم الإجازة، فهمت؟ فانتم دركا راكم عندكم الدكتوره ولا عندكم الاجازه في هذا الشيء. يعني الانسان ما يؤمنش لاي واحد. انا لا اتكلم لا على عائلتك ولا على عائلته ولا على حتى واحد، واني اشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه، ما قال لي هو حاجه حتى باش يرتاح قلبك انت. والله ما قال لي حد هذا الشيء، قلته من تلقاء نفسي، ما قال لي عليه شي حد شي حاجه، ما سمعت عليه شي حاجه. بغيت نقول هذه الهضره هذه لانني خايف ان تدوز عليكم السنوات وترجعوا تقلبوا في الرقيه، فهمت؟ هذا هو اللي كاين، شويه ديال الخصوصيه، ماشي شويه، بزاف ديال الخصوصيه خص تكون عندكم في الحياه اليوميه ديالكم. ونطلب الله تبارك وتعالى يالف القلوب ديالكم. آمين. ويجمع الشمل ديالكم. آمين. ويصلح لكم الذريه. آمين. ويكفيكم شر الاشرار. آمين. وراه اقرب الناس لينا هما اللي كيسحرون. اقرب، شكون الذي يسحرني؟ واحد الانسان قريب لي. ما تنتظرش بشي واحد بعيد. راه حتى الناس اللي كيجيو عندنا راه شكون اللي كيسحرهم؟ اقرب الناس اليوم. أولهم الأقارب، ثاني ديال هاد الناس الأصدقاء، ثالثهم الجيران، ورابعهم إلا كانت شي علاقة عابرة وقع فيها شي نقاش. هذا هو اللي كاين. عندكم شي حاجة بغيتو تقولوها حتى نختم؟ لأننا لربما لن نلتقي، نقدروا نشوفكم في الجنة عاد ونشوفكم إن شاء الله. لا غادي نشوفكم إن شاء الله. مرحبا، صافي. عندكم أي سؤال أي استفسار؟ أنا بغيت متدونة بصراحة. كتشارك قيت الهندي؟ غادي تدي معها الاعشاب. دابا حاليا غادي تدي معها الاعشاب ديال الاستفراغ. صبر لها الحسين. حسين اجي طلق وديناتك. غادي تدي معها الاعشاب ديال الاستفراغ، قطيه كبيره وقطيه صغيره، نفس الشيء، نفس الاعشاب، ماشي القسط، الاعشاب المخلطين، زوج، دي معها زوج كبار. غادي تشديها مده ديال اسبوع، مده ديال سيمانه، كل ليله قبل ما تنعس معلقه صغيره مع كاس ديال الحليب طايب، تخلط مزيان وتشرب وتنعس يوميا. كي تفيق الصباح دير معلقه اقل من ديك اللي دارت بالليل، مع كاس ديال الحليب اقل من اللي دارت بالليل، سخون تخلط وتشرب بالليل وبالصباح، مده ديال سبعه ايام. حتى المعدة ديالها تكرمل مزيان، وداك السحر يتكرمل مزيان. كي تكمل سبعة أيام غادي تشدو معلقة كبيرة ونص، ديروها مع 3 لتر ديال الماء في واحد القدرة، وديرو ديك المعلقة كبيرة ونص، وهو راه يطيب وانتم راكم تخلطوا، يطيب وتخلطوا، يطيب. كي تكملوا تصفيوه، وتشدو نصف لتر ديال الماء مرقي فيه الرقية، تكبوه في داك الماء اللي صفيتوه، وتعطيها تشرب في النهار السابع على الريق. تشرب داك الشيء كامل مع الصباح كي تفيق من نعس، صلي الفجر ودير استفراغ، تشرب 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 حتى ترد داك الشيء، حتى تكمل داك الشيء كامل عاد تقيه. بصح الا جاتها الرده قبل ما تكمل ماشي مشكل ترد، ولكن زيد تشرب. هذه الطريقه هذه بعد ما تكملوا سبع ايام غادي ديرها ثلاثه ايام، اليوم وغدا وبعد غدا، تكمل سبع ايام مع الحليب بالليل وبالنهار، وديك الثلاث ايام التاليه اللي غادي دير بها استفراغ بهذه الطريقه ما تزيدش تشرب بالليل، دير غير بالصباح استفراغ. صافي، غتكمل يعني المده ديال هذا الشيء 7 8 9 تقريبا 10 ايام. عندها 10 ايام تكون الكرش ديالها غادي تمرض، غادي تعيا الكرش ديالها بزاف، وغادي تتعب وغادي يجيها الاسهال. بصح غادي تصبر معنا ولكن غترتاح. تقدر تجيب لها سماكطه، ديك الماده السائله اللي كتجدد الغشاء على المعده، مع العشيه قبل ما تبغي تنعس بواحد 3 سوايع قبل ذاك الكاس ديال، تشرب واحد الوحده، الا ضرتها كرشها تشرب وحده. صافي، كي غادي تكمل المده ديال 10 ايام
غادي تحاول قدر المستطاع انك دير واحد الفيديوهات لذاك الشيء، مقاطع صغيره لذاك الشيء اللي تقياته. والا كان في القدره، الا كان في القدره ديالكم وتكون انت معاها، الوقيته اللي تكون كتقيه وكدير السفره غتقلب على رقية ديال السحر المأكول وتعطيها بالكاسك تسمع لها، عرفت الكاسك بلا بلوتوث، رقية ديال السحر المأكول قلب عليها ما يكونش فيها شي حاجه اخرى، يكون فيها غير الايات ديال السحر المأكول وابطال السحر المأكول، راه تسمع وتستفرغ، تسمع وتستفرغ ديك ثلاث ايام الاخيره وسالت القصه. صح، واضح؟ الله يفرج. عندكم سؤال اخر؟ لا جاينا، الله يفرج عليكم. آمين. ولنا لقاء ان شاء الله، اما في الدنيا ولا في الاخره. الله يحفظكم. ولا قصرنا في حقكم تسمحوا لنا، الا بضر منا شي تقصير في حقكم في الوقت او في اي حاجه. الله يفتح عليك، الله يحفظك. خليك شكرا بزاف. الله يحفظك، الله يبارك فيك. الله يفتح. شكرا بزاف. سامح امين. اذا كنت شي حاجه ضروري تعرف الاشاره. الله يفتح عليك، الله يحفظك. امين. الحمد لله رب العالمين. نفس الكلام اللي قلته تماما. الحمد لله الاخت شفيت شفاء حقيقيا واضحا تاما. باقي المشكل ديال البطن ديالها، دير استفراغات باش ترتاح ان شاء الله وتسالي القصه. وهذا هو الاصل، لما كنبغيو نقولوا شي واحد كبريت خصو متابعه، نتاكد من الشفاء، نحسه ونستشعره ونلمس التغييرات في الحياه ديالو، اضافه الى الرقيه للتاكد، اضافه لكثره الاسئله الدقيقه، عاد باش نحكم على شي واحد بالشفاء. ويبقى دائما في الاخير علمها عند ربي تجلى، ولكن الظاهر عندنا هو انه ان شاء الله الحمد لله شفيت شفاء تاما، والعاقبه لكل المرضى، والسلام عليكم ورحمه الله. ندخل الى حصه اخرى.